حبيبتي ممكن تكلمي الهام تساليها الدولار بكام؟ انا كنت عايز اغير 2000 دولار. حاضر حاضر اتفضلي. هكلمها حالا. اوكي اوكي يا حبيبي. ايوه يا الهام، بصي حبيبتي النبي عايزه منك خدمه، ممكن تعرفي لي سعر الدولار وصل كام؟ عايزه اعلى سعر. خلاص اوكي هستنى منك تليفون. باي حبيبي. طب وليه يا بنتي إلهام؟ عمر بيحتاج دولارات كتير وهخليه يجيب لك أعلى سعر. عندك حق. أوكي. في درس مهم جدا لازم تعرفوه. أهم حاجة في شغلتنا دي الأمانة والنزاهة. وهو برضه في نفس الوقت طريق النجاح لأي شغل. سهل جدا إن احنا نعمل صفقات، صفقات كبيرة جدا. من غير أمانة، من غير نزاهة، من غير صدق. بالاحتيال والنصب هنعمل فلوس كتيرة جدا، لكن سمعتنا في السوق هتبقى زي الزفت. اللي عايز اقوله لكم، كل اللي شغالين عندي في الشركة هنا لازم يتحلوا بالأمانة والنزاهة والصدق. اوكي؟ يلا كل على شغل. تمام يا فندم. استنى ياسر عايزك. تحت امرك. ايوه روحي. في عايز اغير دولارات. سعر الدولار كام النهارده؟ 47. لمين يا حياتي؟ نبيل ونبيله. ده دول حبايبي. قلت لي كام؟ 47. عشان خاطرهم بس 96. اه يا روحي. ده اعلى سعر في السوق. طيب خلاص. هبعت لك واحد ياخد الدولارات ويديك لمصر. صباح الخير. صباح النور. اتفضلي. ليه يا فندم؟ ثواني. اتفضل. شكرا. شكرا. شفتي يا ستي؟ اعلى سعر 96، عشان تعرفي بس ان عمر جوزي جدع. كتر خيره، اعلى سعر 96؟ ان ما كانش عمر جوزك ده يخدمني انا، هيخدم مين؟ ده انا اخت مراته حبيبته. حبيبتي. استني بشوف مين. الهام. ايوه يا الهام. ايه يا حبيبتي؟ جبتي اعلى سعر؟ طب كويس. كام؟ 47. طب يا الهام هكلمك بعدين. نجلاء. نعم. عمر جوزك ده حرامي يا مرات الحرامي.